الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو الدراري، ديجا كنت حاط واحد الفيديو البارح على شين اونيفيرس وديجا كنت عندي الشك واش فيها ولا ما فيهاش. مهم، اللي باقي ما شافش الفيديو ضروري خصو يشوف هذا الفيديو الدراري. الجيم فيها ما يدار وفيها استراتيجيه وفيها واحد البلان داير بحال نقولوا حنا جليتش تقريبا. المهم داكشي بحال هكا يعني فيها ما يدار. ديجا كنت كنجربها كتربح بزاف بلا ما تخسر حتى شي مره، دونك بلان زوين هذا. اللي باقي ما شافش الفيديو الدراري يمشي يشوفو باش يفهم البلان كامل على هذا الكي. اوكي، في هذا الفيديو الدراري غنحاول نشرح لكم واحد البلان ديال واحد الواليت اللي سميتها بالانس. هاد الواليت اللي هي واليت كتسوبورتي شي 5 ديال لي توكن هكاك واقيلا، غنشوفوهم. وفي نفس الوقت فيهم البلان ديال ستيك، ولكن واحد البلان اللي كيعطيك بورسونتاج طالع على واحد يعني المهم غنشوفو هاد البلان كامل الدراري. دونك خليكم معايا مور الانترو نبداو الفيديو. الواليت اللي غنتهضروا عليها الدراري ليكم هي بالانسر، كما كتشوفوا السيت اوفيسيال ديالهم هو هذا، تلقاو في الديسكريبشن. ديجا الواليت الدراري كاينه في جوجل بلاي، كاينه في اندرويد ابي، كاينه تشارجا غير ابي كا، وكاينه في اليو اس يعني في الايفون ديالك. دونك الدراري بالنسبه للوايت بايبر اللي بغى يقرا الوايت بايبر هي غتلقاها هنا باش تفهم اكثر البروجي وكيفاش الخوارزميات في البروجي ولا الايرن كيفاش كيكون فيها. دونك هنا الدراري في هذا البلان اللي بغيت نوريكم هو انه لي توكن اللي قلت لكم كاين هي اليو اس دي تي، البيتكوين، الايثيريوم، بي ام بي، تي ار اكس. دونك واليت هي غتكون بحال واليت كتشارجي فيها اي يو اس دي تي ولا بيتكوين ولا ايثيريوم ولا بي ام بي ولا تي ار اكس، داكشي اللي بغيتي انت. وكيكون عندك واحد لي بلو في الواليت كتقدر تشارك فيهم بحال ستيكي، كيكون ديال النهار حتى ل60 يوم. دونك هاد اللعيبه ديال النهار مثلا الا حطيتي واحد 100 دولار مثلا في ديال النهار كيعطيوك واحد 24% ديال الايرن، وعندك واحد الكوميسيون ديال 0.8 ديال اللي قطعت. دونك هذا فوقاش ما زدتي في النهارات كما كتشوفوا كيتزاد البورسونتاج داكشي ديال اللي غتحط. دونك غنحاولوا نشوفوا هادشي في الواليت الدراري باش تفهموا البلان اكثر وتعرفوا كيفاش ديبوزي. غنديبوزي وغنشوفوا كيفاش الويدرو عاوتاني والمينيمو ديال الويدرو اللي غيكون عندنا. البلان الاول اللي غتحتاجوه في الواليت الدراري هو انكم غترجيستيو، خصكم تساين ابيو في السيت قبل ما تدخلوا في الابيكا، حيت في الابيكا ما كيعطيكمش البلان ديال الريجيست. دونك غتساينيو في السيت، غتلقاو اللين ديال الساين اب في الديسكريبشن الدراري كما العاده. دونك هنا كتدخل بالنمره التليفون ديالك، ديجا كيصيفطوا واحد الفيريفيكاسيون النمره، دونك خصك تدخل بالنمره اللي كتخدم بها انت. مورا كدير المود باس اللي كتدخل به وكتعاود دير المود باس. دونك ديجا كيكون عندنا واحد الكود اخر ديال ترانزاكشن كما كنعرفوا، ولكن هذا كنديرو في الواليت لداخل. دونك هنا الدراري بعد ما كتصيفط الفيريفيكاسيون للتليفون كتعاود لهنا، هنا كتخلي الكود هكا ديال اللين ديال الريفرال هذا. دونك كتريجيستر بعد ما كتليشارجي الابيكا الدراري في التليفون ديالك ولا الاي او اس ولا في كاينه في جوجل بلاي. دونك البلان هو انه انا ديجا كنديرها في البلو ستيك، دونك اي حاجه كنديرها في البلو ستيك تقدر تجرب نفس الشيء ديرو انت على التليفون ديالك. دونك البلان الدراري الواجهه ديال الواليت هي هذه اللي كما كتشوفوا. ديجا لي بلو اللي قلت لكم اللي عندنا من نهار حتى 60 يوم، وكاينين في 5 ديال لي توكن. دونك بحال بيتكوين، البي ان بي، او تي ار اكس كما قلت لكم في الاول، مي كيختلفوا شويه في البورسونتاج من توكن لتوكن كما كتشوفوا. كيبان لي احسن واحد فيهم هو اليو اس دي تي حيت طلع شويه 24% في نهار واحد. دونك البلان الدراري هو انك قبل ما تدخل لهاد اللعيبات ديجا خصك يكون عندك شي سولد في الواليت. دونك باش تدخل سولد في الواليت عادي نورمال. دونك البلان الدراري باش يعني ديبوزي البلان باين عادي نورمال، كتجي هنا للديبوزي كتلقى هنا على حسب اللغه اللي غتكون عندك. ديجا هنا كتختار التوكن اللي بغيتي انت ديبوزي مثلا اليو اس دي تي، وكتكوبي هاد لادريس. دونك هاد لادريس الدراري غتكوبيه باش تصيفط عنده داكشي اللي بغيتي تعمر في الواليت ديالك من اليو اس دي تي من باينانس ديالك مثلا، ولكن في النيتورك ديال تي ار سي 20. دونك لابليكاسيون كامله خدامه في النيتورك ديال تي ار سي 20، نفس البلان ديال الويدرو والديبوزي يعني نفس النيتورك اللي هو ترون تي ار سي 20. بعد ما كتصيفط الدراري دونك فوقاش ما دونك البلان اللي بغيتي تفهم فوقاش ما شاركتو بعدد اكثر يعني ديال الفلوس في البلو يعني كيكون الايرن طالع اكثر. دونك غنحاول انا نشرح لكم البلان ديال الايرن. ديجا ديبوزيت 10 دولار كما كتشوفوا. دونك هنا البلان باش تفهموا كيفاش تدخلوا هنا، ديجا كتدخل كتكليك على البلان اللي بغيتي تشارك فيه وكتختار كنقولوا حنا كتختار شحال بغيتي. مثلا انا نختار 10.79. دونك هاد 0.79 ديجا انا غير ربحها، دونك ماشي ديالي هادي، غير ربحها في لابليكاسيون بعد جربتها 24 ساعة باليو اس دي تي كما كتشوفوا غير 10 يو اس دي تي. دونك هنا الدراري كدير واحد الكود ديجا ملي غتدخل المرة الأولى هنا، هاد الكود غيعطيوه لك باش ديرو. دونك غدير واحد الكود مكون بستة الأرقام ديال ترانزاكشن، مور ما غدير هاد الكود الدراري باغ كدير كونفيرمي كتزاد ليك اللعيبة هنا هنا في هاد البلان التالت هنا، كتلقى اللعيبة ديالك اللي أكتيفية هنا. دونك البلان الدراري اللي فيهم هو أنه كيتزاد ليك داك الإيرن ديالك كل ساعة، يعني ماشي كل تكمل 24 ساعة عادي تزاد ليك داك الشيء.
مي كيما كتشوفوا كل ساعه شوف كيوصلك واحد الكوميسيون اللي كي المهم داك اللعيبات كيقسموها لك على كل ساعه. دونك كيما كتشوفوا انا ديجا كنت داخل في 100، نقول لك دابا فين كنت داخل. دونك ها هي انا كنت داخل ب 10، دونك موراها بساعه كيما كتشوفوا 16 17، موراها بساعه ولا بدا كيوصلني اليو اس دي تي ديال الارن ديالي. دونك بقى كيوصل 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 حتى تبغي انت توقف سميتو توقف يعني داك البلو اللي راك داخل به. كيما كتشوفوا اصلا الا دازت 24 ساعه ملي دخلتي ديجا كتوقف اوتوماتيك، وكيتزاد عندك يعني داك 10 يو اس دي تي ديالك اللي دخلتي بها، وكيتزاد لك الارن ديالك اللي هو كيما كتشوفوا انا تجمع ليا 79. دونك كون دخلت عاوتاني غيكون عندي 10 فاصله شي حاجه قريبه الدولار زايد على داكشي اللي عندي، ولكن هادشي كامل بلا ما دير حتى حاجه. دونك غير مستيكيهم، دونك غير محطهم فلوس. دونك هاد البلان الزوين هو انك الا كان عندك شي يو اس دي تي ما محتاجوش في ديك الساعه، بغيتي غتحطو في شي بلان ولا غير مخبعو محتاجو من بعد، كتقدر تستيكيه تحطو وانت كتارني منه من بعد. الدراري هاد البلان كامل ديجا نقولو حنا ارنينا منه، دونك خصنا الويدرو. الويدرو داي نفس الشيء كما قلت لكم، غنجيو الويدرو اللي هو هذا. دونك على حسب اللغه ديالكم، انا عندي بسمولي عليها كيطلع لي ريتيرار، دونك يكون عندكم ويدرو. في الويدرو الدراري المينيمو عندنا ديال الويدرو هو 10 يو اس دي تي، دونك من الواليت اقل حاجه نقدروا نخرجوا هي 10 يو اس دي تي. دونك حنا غنديروا اليو اس دي تي، غنكتبوا داك العدد اللي عندنا وغنجيبوا لادريس ديال تي ار سي 20 من باينانس وغنصيفطوا عنده. بعد ما جبنا لادريس الدراري كما كتشوفوا هو هذا انا حطيته هنا، دونك غنحاولوا نكتبوا ديك 10.0799 هي اللي عندنا. دونك غنكتبوا هنا الكود اللي قلت لكم ديال الترانزاكشن وغنديروا كونفيرمي. دونك كما كتشوفوا هنا طلعت لي بلا كونفيرمات، الا غندخلوا هنا في ليستوار غنلقاو داكشي بلا صافي كونفيرما داز. دونك غنستنى واحد جوج حتى ثلاثة دقائق في باينانس بعد ما توصل لنا اللعيبه في باينانس، دونك هكا غنكونوا وصلت لنا الفلوس و وذراوينا. دونك هكا الدراري غنكونوا ديبوزينا و ارنينا و وذراوينا من الواليت، يعني بلا ما نديرو حتى حاجه من غير اننا غير كنستيكون. دونك الدراري ما تنساوش البلان ديال التليجرام، اللي محتاج شي حاجه من التليجرام ولا خصو يدخل الجروب ديال التليجرام ما هو كاين في الواليت ديالهم هنا، هذا هو التليجرام ديالهم، تقدر تجونا معاهم يفهم البلانات اكثر. وديجا كاين حتى لي سيبورت، الا خصو شي حاجه في سيبورت ديجا غير تحطين الواتساب ديالهم. انا الدراري غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش السبورت ديالكم، لايك سبسكرايب، خليتكم كومنتار زوين، ونضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد ان شاء الله قريب. خليكم على القرص وبيس ليكم.